طيب الحقيقة أنه أيضا الكورونا مش بس أصاب الاقتصاد وأصاب الشبكات وأصاب يعني أصاب العالم كله، لكن أيضا أصاب التمثيل والمسلسلات اللي بيتم تصويرها رمضان والأفلام وغيرها في العالم كله. هتبص تلاقي هوليوود مثلا قفلت، برودواي قفلت تماما، يعني مسارح برودواي قفلت، في نيويورك قفلت خالص، كثير من الأفلام اللي بيتم تسجيلها أو يعني تصويرها الآن في العالم توقفت. خلونا نشوف ماذا يحدث للمسلسلات في مصر. نقابة المهن التمثيلية أصدرت عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الكورونا، منها 1 تأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر. 2 عدم السفر لمواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة تلافيا لانتشار العدوى على نطاق واسع. 3 الالتزام بكافة الإجراءات الطبية الوقائية الصادرة من وزارة الصحة زي التعقيم، الأيادي، المطهرات وما إلى ذلك، وتعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة. المنتج الأستاذ جمال العدل، مساء الخير يا أستاذ جمال. مساء النور يا سيدة الأنيس، إزي حضرتك؟ ومعانا ايضا المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية. لكن ابتدي بيك أستاذ جمال، ايه اللي بيحصل بالظبط وبتعملوا ايه؟ اللي بيحصل ان احنا جزء من المجتمع بشكل عام، واللي بيجري على الناس بيجري علينا احنا. من قبل ما النقابه تطلع اصلا الطريقه الحضيض الجديده قدر المستطاع، كل الناس بتحاول ده اكل عيشهم ويحاولوا يحافظوا عليه، فبناخد الاجراءات فعلا الاحترازيه. الناس كلها بتطهر الاماكن وتحاول تعقمها. انا ممكن ابعت لك صور النهارده، المخرجين لابسين جوانتيات وكمامات، ده بنعمله حتى خوفا على روحنا. بس انا اصلا اللي مش عاجبني بشكل عام بقى ان المصريين بخروجه زي ما كنا مفيش موضوع، عادي جدا. ده غيظنا جدا ان احنا المفروض بنواجه خطر حقيقي جدا، الدوله بتبذل خساره جاداه عشان ده ما يحصلش، واحنا بنتعامل معاه بعدم نضج مش مفهوم. انا اقدر احافظ على اللوكيشن بتاعي قدر المستطاع، وجهزوا حضرتك وجهزوا غيرنا، انما بشكل عام انا مش شايف الناس واخده الموضوع بالجديه الكافيه، اللي هو لو قدر الله حصل ما حصل في اسبانيا وفي ايطاليا هتبقى حاجه مش لطيفه جدا خالص لمصر. فده اللي غيظني زي ما غيظك بالظبط بصراحه. انما احنا كممثلين او كانتاج او كالوسط السينمائي بتاعنا، انا بقدر المستطاع ما اقدرش اجزم من يعني عاملين احسن حاجه، بس قدر المستطاع مقللين الكروهات شخصيا، مقللين فعلا المجاميع، المطهرات موجوده في كل حته، بنعقم الاماكن اللي بنروحها الصبح قبل ما الناس تروحها، والباقي بقى على ربنا. انما لو لا قدر الله جرى حاجه اكيد احنا زينا زي بقيه طوائف المجتمع، اللي هيحصل عليهم هيحصل عليهم. طيب يعني يعني الاخراج بقى، وانت بعت لنا صوره المخرج سامح عبد العزيز وهو يعني لابس الجوانتي وكده، ازاي يعني الاخراج عن بعد ده صحيح هيبقى عامل ازاي يا جمال؟ لا هو بس يعني معنى الصوره اللي بعتها لك ان هو قاعد في اوضه لوحده معهوش حواليه ناس كتير، قدر المستطاع ما بندخلش المساعدين بتوع الممثلين، لو مثلا آلة من الآلات على 8-9 تنفار بنخلي 2-3 بس اللي يخشوا، لأن بس ما بقاش كتير. فعلا موجود الكحول الإيثيلين ده موجود في كل مكان مع كل الناس، قدر المستطاع بنعقم فعلا قبل ما نروح المكان، قبل ما نروحه بدري بساعة وساعتين بنعقمه. إنما يبقى في الآخر برضه يا أستاذ لميس إن إحنا مصريين لنا عادات وتقاليد بتاعة البوس والسلام، ويا عم سيبك من كورونا إيه وبتاع. لغاية اللحظة دي إحنا ماشيين كويس، إحنا وغيرنا يعني مش إحنا بس. نتمنى من الله ان ربنا يعدي على خير، انما لو لا قدر الله جرى شيء اللي هيحصل علينا هيحصل على الباقيين هيحصل علينا احنا كمان. يعني المسلسلات فعلا جايه توقف الله اعلم.